بسم الله الرحمن الرحيم. كده اول علامه فنيه عملها مع النادي الاهلي منذ توليه المهمة هي فكره الضغط العالي، الضغط العالي بنجاح او بشكل فيه اجاده. لما تلعب مع فرقه بتلعب كوره على الارض وبتبني الهجمه من تحت، فدي ممكن تديك افضليه، خاصه في ميزه واضحه للنادي الاهلي. مارسيل كولر يا كريم ثبت، بالاضافه للضغط العالي ثبت الشكل العام للفريق. الاهلي بيخش عناصر بيخرج عناصر، بيبتدي اكرم، بيبتدي طاهر، لا بيرجع بعد كده بيحصل اصابات، كريم فؤاد بيحصل اصابات، يبتدي ندخل المجموعه الثانيه اللي فيها هاني وفيها حسين الشحات. هم اللي بيثبتوا بعد كده الجبهه دي. عمل راحات لبعض اللاعبين في مباراه اسوان، والاهلي ادى مباراه جيده جدا امام اسوان، لعب شوط اول ممتاز، بعدين لعب شوط ثاني تجاري تمهيدا وحاطط في دماغه وحساباته جيدا ان عنده مباراه سان داونز بعديها بثلاث ايام. رايح ثلاث لاعبين، كم منهم علي معلول وكم منهم محمد هاني، ما كانوش موجودين، ما لعبوش المباراه. فالنهارده بنلاقي ان بيرجع هاني ومعلول في المقابل في المقابل بيحتفظ بالثلاثي بتاع وسط الملعب، اليو ديانج، مروان عطيه، ومحمد مجدي قفشه، اللي قدموا مباراه جيده امام اسوان مع الاختلاف في الفارق ما بين المستويات ما بين اسوان وما بين سان داونز. احتفظ بالورقتين المهمين حسين الشحات واحمد عبد القادر على الجناحين، نظرا لان هم بيدوا له معظم اللي بيحتاجه في الواجبات الهجوميه، وبيغير محمود كهربا وبيلعب النهارده بيرسي تاو كلاعب مهاجم صريح، من النهارده مش هيلعب على الجانب الايمن، والحركيه اللي موجوده عند محمود كهربا هي موجوده عند بيرسي تاو، فحتى لما بيشيل قطعه بيحط قطعه مكانها، هو بيبقى طالب تكليفات وواجبات اكتر منها الامكانيات والمهارات والاختلافات ما بين بروفايل كل لاعب. فالحركيه اللي كانت موجوده عند كهربا واللي استغلها النادي الاهلي في مباراه اسوان موجوده النهارده عند بيرسي تاو. بيرسي تاو عنده الخبرات اللي تمكنه انه يلعب مباراه بالحجم ده. ولما نقول كلمه مباراه بالحجم ده، خليني اقول لك بعض الارقام تعبر عن المباراه يا كريم. ما نتكلم انه النادي الاهلي لعب امام سان داونز 12 مباراه، فاز في 5، تعادل في 4، وخسر 3. تتكلم على النتائج متقاربه جدا، النادي الاهلي سجل 15 جول واستقبل 12 جول، النتائج متقاربه جدا وانت بتلعب سان داونز سواء في القاهره او في بريتوريا. الشكل اللي بيلعب بيه النهارده والمجموعه اللي داخله المباراه النهارده بتقول لك ان الراجل مش هيغير الشكل بتاعه، مش هيغير طريقته، وهيحتفظ بالهويه اللي هو بيحاول يعملها منذ قدومه الى النادي الاهلي ده. مارسيل كولر.